بسم الله الرحمن الرحيم يا أبنائي الطلاب، أهلا بكم في فيديو قصير جدا لتصويب خطأ في فيديو اللي خاص بالجلايكوليسيس ستيب باي ستيب أو التحلل السكري خطوة بخطوة. ده الجزء اللي هو الرسمة اللي كان فيها الخطأ أثناء الشرح. مؤشر الليزر وأنا بتكلم، مؤشر الليزر كان في إيديا بيشير إلى هنا، موضع الكسر هنا، وطبعا ده خطأ لأن ده سكر سداسي فهيتكسر ما بين 3 و4 اللي هو في الموضع ده، وتقريبا ده حصل مرتين في الفيديو في الدقيقة تقريبا 1:27. يعني حضرتك لو جبت الفيديو من عند الدقيقة رقم 1 وتتابع كده هتلاقي في ربما تظليل بيحصل هنا، فده موضع الخطأ. وفي الدقيقة تقريبا 13 26 25 وبيستمر لمدة نص دقيقة ولا حاجة، يعني المهم تبدأ تتفرج على الفيديو عند الدقيقة 13 وتتابع، هتشوف نفس الرسمة، نفس الرسمة يعني اللي هي بدأنا بيها ونهينا بيها. وطبعا ده كان استدراك من احد المتابعين الكرام، اشكره شكرا جزيلا، ربنا يجزيه عني كل خير. وهو طبعا هو ده المفروض، يعني لو كان في اي شيء فالواحد طبعا لازم بيصوبه على طول، وعشان كده دايما بنهي اي فيديو ليا ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، يعني جل ما لا يسوى يعني. فارجو بس الجميع يشاهد التصويب ده عشان اللي بيتابع الفيديو يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله. السلام عليكم.